متابعينا الكرام عبر شبكة قدس الإخبارية، سأتأخذ لهذا البث المباشر من مدينة نابلس متابعة لآخر التطورات الميدانية هنا في مدينة نابلس. في البداية كان الحديث يدور أو كان هناك اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من أحياء المدينة قبل ساعات من الآن، واعتقال لشابين قبل ما يقارب الساعة أو أقل من هذا الوقت. بدأت الأخبار عن تعرض مجموعة من الشبان الفلسطينيين لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التعاون العلوي وفي منطقة الطور. أسفر هذا إطلاق النار عن إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين في رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على يد في كمين قد أعده جيش الاحتلال الإسرائيلي الشبان في تلك المنطقة. كما تحدثنا هذا الإطلاق النار وهذا الكمين أسفر عن إصابة 4 شبان فلسطينيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باحتجاز إحدى هذه الإصابات واعتقاله ونقله بسيارة إسعاف إسرائيلية من مكان الحدث، بالإضافة إلى 3 إصابات أخرى تم نقلها من المكان من منطقة التعاون العلوي في مدينة نابلس. شهود عيان أكدوا أن كان هناك تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا النار باتجاه مجموعة من المواطنين، وكان هناك استهداف لأحد المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال على متن دراجة نارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام كما تحدثنا باعتقال هذا الشاب المصاب دون التحديد الحالة الصحية لهذا الشاب إلى غاية هذه اللحظة عبر المصادر الرسمية. لا مصادر رسمية تؤكد طبيعة إصابة هذا الشاب، لكن تحدثنا أيضا عن 3 إصابات تمكنت من أو تم نقلها من منطقة الطور ومنطقة التعاون العلوي، واحتجاز إصابة 4 من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. شهود عيان أكدوا أن كان هناك تواجد مكثف لجيش الاحتلال في تلك المنطقة في منطقة التعاون العلوي، على يد أنه كان كمين قد نصبه جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين في تلك المنطقة. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت أن هذا الكمين استهدف مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، لكن لشح المعلومات إلى غاية هذه اللحظة لا يوجد معلومات مؤكدة حول طبيعة الحدث في تلك المنطقة. هنا على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول صورة لأحد الشبان الفلسطينيين الذي تم إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني الحدث الذي تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بالقرب من منطقة يتسار لا يوجد أي شيء، لكن الحدث نفسه في منطقة التعاون العلوي، وهو الشاب الذي تم إطلاق النار عليه على متن دراجة نارية في منطقة التعاون العلوي في مدينة نابلس. في هذه اللحظات طبعا كان انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من تلك المنطقة. قبل هذا الحدث كان هناك اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس واعتقال الشاب تقي بوشكار من تلك المنطقة، واعتقال لشاب آخر من منطقة التعاون قبيل هذا الحدث. يعني بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هاتين المنطقتين حدث هذا الكمين الذي أعده جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في تلك المنطقة. طبعا هذه معلومات أولية وضعناكم بها حول طبيعة الأحداث وآخر التطورات الميدانية هنا في مدينة نابلس. طبعا سنكون معكم مستمرين لتغطية هذا الحدث
من مدينة نابلس ووضعكم بآخر التطورات الميدانية.